كما يقول الإمام ابن تيمية إن كثيرا من أهل الأهواء وأصحاب البدعة قد يكونون مؤمنين مخطئين جاهلين، ولكنهم قد ضلوا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إن من أخطر الأخطار على الحرية الدينية عندنا نحن المسلمين هو تعصب المتعصبين الذين يرمون إلى الإصلاح عن طريق الحجر على الناس وحملهم قسرا على رأيهم، ظانين أن هذا فقط هو الذي سيعيد للإسلام مجده وسيضمن له مستقبله. ثم أن هناك من هؤلاء من يتخطى كل الحدود فيقتلون ويختطفون ويدمرون، وكل هذا باسم خدمة الدين. ولكن هذا للأسف الشديد إن حقق شيء فإن أكثر ما يحققه هو تنفير عامة الناس من الدين.